لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، تكتل سياسي يطلب تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تحقيقات المقابر الجماعية. في موقع ألترا عراق، نائب يطالب بإلغاء قانون رفحاء وحل مؤسسة السجناء والشهداء. في صحيفة الشرق الأوسط، لبنان مجموع الإصابات بكورونا يقترب من 250 ألفاً. في موقع عربي 21، حماس تدعو السلطة لرفع الحصار وضمان الحريات قبل الانتخابات. في صحيفة واشنطن بوست، تقرير سري حذر من عنف بالكابيتول قبله بأيام. في موقع ميدل إيست آي البريطاني، جيش فرنسا غير عاب بارتكاب مجزرة بحفل زفاف في جمهورية مالي. وفي لوموند، الكفاح من أجل فتح الأرشيفات الفرنسية حول رواندا يدخل مرحلة حاسمة. السلام عليكم. المقاومة العراقية تاريخ لا يسرق ولا يزور، يقول الكاتب حاتم الفلاحي في مقال بموقع مركز الرافدين للدراسات. حقيقة لم يفاجئنا كثيرا ظهور زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني لينضم إلى جوقة المطبلين ضد المقاومة العراقية، لكن الغريب هو التوقيت الذي ظهر فيه السيد بعد صمت طويل، حيث أطل علينا من خلال لقاء مطول أجرته معه قناة الميادين اللبنانية والممولة إيرانيا، في محاولة يائسة وبائسة ليس لتشويه الحقيقة وتضليل الرأي العام فقط، بل لسرقة تاريخ هذه المقاومة بعد أن افترى ولفق الكثير من الأكاذيب وزيف العديد من الحقائق والحوادث، في محاولة واضحة ومتعمدة للسرقة وتغيير تاريخ المقاومة العراقية. يبدو بأن المقاومة العراقية التي انطلقت بعد احتلال العراق عام 2003 لم تكن تؤرق الدول التي غزت العراق فقط، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بل كانت تؤرق الكثير من الدول والجهات والقيادات والدوائر الأمنية والاستخبارية داخليا وخارجيا على المستوى الرسمي وغير الرسمي، وعلى رأسها الدول المعادية للعراق ومنها إسرائيل وإيران وأتباعها في المنطقة، حيث شنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها حملة إعلامية شرسة لتشويه وشيطنة المقاومة العراقية بعد أن فشلت في مواجهتها أو القضاء عليها أو حتى الحد من عملياتها الهجومية بعد أن تفاجأت بالزخم القتالي الكبير للمقاومة العراقية، فعمدت إلى إلصاق التهم بها ونسب الكثير من الأعمال الإرهابية والعدوانية إليها لتشويه صورتها الناصعة في محاولة يائسة لوأدها وطمس تاريخها المشرق وإنجازها العالي الذي تحقق في فترة زمنية وجيزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، على الرغم من شراسة المنازلة وقلة الإمكانيات والقدرات العسكرية والتكنولوجية. وقد أطل علينا مؤخرا زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني ليكشف عن وجهه الكالح القبيح لينضم إلى الحملة الإعلامية الظالمة ضد المقاومة العراقية التي كانت وما تزال مستمرة محاولا سرقة وتزوير تاريخها الناصع. يقول الكاتب: يا سيد حسن نصر الله، يجب أن تعرف بأن أفضل من يتكلم عن تاريخ المقاومة العراقية هم قيادتها وشبابها وأهلها ومدنها التي تدمرت وحوصرت لسنوات، وسجون التي لا تزال تعج بالآلاف من شبابها بسبب مقاومتهم الاحتلال الأمريكي، الذين سجنوا بتهمة المادة 4 إرهاب أو 4 سنة، لأنها لا تطبق إلا على المكون السني. العملية السياسية وأحزابها سبب دمار العراق، مقال للكاتب أياد العناز نشرته صحيفة القدس العربي، وجاء فيه: يبقى الأمل الأكثر خطورة على حياة المواطن واستمرار طبيعة التعامل اليومي
وحل مشاكل المجتمع يندرج في عملية الهيمنة والسيطرة للعديد من الميليشيات والعناصر المسلحة على الوضع الأمني في البلاد، والتحكم بسياسات الحكومة وعدم قيام الجهات الأمنية والعسكرية بمواجهة نفوذ وتحركات هذه العناصر المسلحة والحد من تصرفاتها. هناك إرادتان سياسيتان تتحكمان بالشأن العراقي، وهما الإرادة الدولية متمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، والإرادة الإقليمية متمثلة بالنظام الإيراني وأهدافه ومشروعه السياسي التوسعي داخل البلاد، مما أدى إلى فقدان العراق لقراره السياسي المستقل، وانعكس على العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال، والتي كانت تعكس حقيقة التجاذبات الدولية والإقليمية وسياسة التخادم بين كل من واشنطن وطهران في الميدان السياسي العراقي. شكل هذا المحور أهمية قصوى في حياة العراقيين، لأنه يحاكي حقيقة الأوضاع التي يعيشونها، ولم تكن هناك أي إرادة صادقة في معالجة الأزمات التي أحاطت بالمجتمع العراقي، وعدم وضوح مدايات وآفاق التعامل الواضح مع كل ما يعانيه أبناء الشعب العراقي نتيجة افتقار حكومة بغداد لحرية التعامل مع الأحداث والابتعاد عن ما يعانيه المواطن، وعدم التفاعل مع مشاكله وإيجاد الحلول الجذرية لمعالجتها، وضعف العلاقات الدولية والإقليمية والعربية، وفقدان الآلية السياسية في إقامة علاقات متوازنة وثابتة تحقق مصالح وأمان الشعب وتسعى إلى بناء علاقات على أسس وقواعد رصينة. هذه هي أوجه ونتائج العملية السياسية بعد نحو عقدين من الزمن، كانت نتيجتها احتلال العراق ونهب ثرواته وهدر أمواله وضياع معالمه وإفقار شعبه وإضعاف إرادته والسيطرة على جميع مقالد الحياة فيه، ضمن مشروع توسعي يتمثل باستمرار الاحتلال الأمريكي والهيمنة والنفوذ الإيراني وتعزيز الدور الأمني لواشنطن وطهران على حساب حياة وأمن وسلامة ومستقبل الشعب العراقي. لا يبدو أن الرئيسين برهم صالح ومصطفى الكاظمي متفقان مع الشعب العراقي بحديثهما عن الانتخابات المقبلة التي يريدانها الفرصة الذهبية المنتظرة لرفع الزير من البير وتحقيق العدالة والحرية والكفاية وإعادة هيبة الدولة وقلب موازين العملية السياسية القائمة على المحاصصة وإخراج الوطن من مأزقه وإيصاله إلى شاطئ الأمان، وهو أمر لا يمكن حصوله إلا بالتغيير الشامل. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. إن ناخبين العراقيين في جنوبهم ووسطهم وغربهم وشمالهم فقدوا القدرة على الصبر الجميل وملوا من رؤية نفس الوجوه ومن سماع نفس البيانات والتصريحات، وتعبوا من انتظار نفس الوعود، وكرهوا العيش في نفس الدولة التي يتصدى لقيادتها أصحاب سياسة العين بصيرة واليد قصيرة، وأصبحوا أكثر تعلقاً وإصراراً على تغيير قواعد اللعبة من أساسها وبوجوه جديدة ولغة جديدة وسياسة جديدة لا مكان فيها لأحد من حرس قديم. فهل هناك من يخبرنا بما خدم به الشعب العراقي الفائزون في انتخابات 2005، 2010، 2014 و2018؟ هادي العامري، مقتدى الصدر، عمار الحكيم، نور المالكي، حيدر العبادي، أسامة النجيفي، طارق الهاشمي، رافع العيساوي، صالح المطلق، إياد علاوي، أحمد شلبي، سليم الجبوري، أحمد الجبوري، وخميس الخنجر، أو أي واحد آخر من أعضاء نادي المحاصصة؟ من يراقب اليوم أخبارهم ويستعرض شعاراتهم ويتابع اشتغالهم بتحضير أنفسهم لخوض الانتخابات القادمة المحتملة يفقد الأمل ويخسر الرهان ويتأكد من أن الطاس سيبقى نفس الطاس وأن الحمام سيبقى نفس الحمام مع الأسف الشديد؟ أما الشعب العراقي فمقتنع قناعة تكاد تكون راسخة بأن أكثر من الترقيع ومن إعادة تدوير الوجوه القديمة لا يكون ممكنا بأي حال من الأحوال، والسبب واضح وبسيط، فما دام الحرس الثوري الإيراني الحاكم بأمره في العراق بأحزابه وميليشياته فإن أنيابه وأظافره منتشرة ومتغلغلة في جميع مفاصل الدولة من رئاسة جمهوريتها إلى رئاسة وزرائها مرورا بوزارة دفاعها وداخليتها وماليتها وخارجيتها ومصارفها ومطاعمها ومقاهيها،
حتى لم يعد للخيط الرفيع يمر من ثقب إبرة إلا إذا سمح السيد المطاع. شاءت الأقدار أن يقع العراق وسط بلدان سفيهة لم تتوقف أطماعها ولا تراجعت أحقادها ولا خبت دسائسها يوما للإيقاع به أرضا وسماء ومياها وحضارة وثقافة وتنوعا في شعوبه المتجانسة منذ أصول التاريخ، فكل الأنظار وكل الكيانات وكل الدول الصديقة قبل العدو كانت وما زالت متوجهة صوبه وتسعى لنهش ما تبقى من جسمه العليل بسبب قسوة عوادي الزمن ومؤامرات بلدان الخارج التي أفقدته هيبته وسلبته سيادته وجعلته في مصاف الأمم والشعوب الأكثر تخلفاً في كل شيء. جاء ذلك بمقال للكاتب لويس إقليمس في صحيفة الزمان. الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها البلاد لا سيما بفعل الانفلات الأمني المصاحب لأدوات الدولة العميقة وصعوبة سيطرة الحكومات المتعاقبة على مقاليد الحكم والإدارة بسبب استشراء الفساد وتغول أدوات هذا الأخير في كل مفاصل الحياة وما ترتب عليه من الهبوط الحاد في الموارد الريعية المتأتية من بيع النفط الذي تسببت به جائحة كورونا، إضافة إلى التهاون الواضح من قبل المجتمع الدولي وعدم وضوح الرؤية في العقل المدبر للراعي الأمريكي للعملية السياسية ومغازلته الفاجرة لغريمه في التنافس على إدارة حكم البلاد، وسطوة الجارة الشرقية على القرار العراقي الذي أفقدته وطنيته وجردته من قدرته على استعادة هيبته وسيادته. كل هذه وغيرها مما لا نحبذ التذكير به قد ضاضع العلاقة بين المواطن والحكومات الهزيلة المتعاقبة وأفقد المصداقية بين الشعب وحكامه المتهمين بالفساد والإفساد لغاية بلوغ اليأس والقنوط من العملية السياسية برمتها، والتفكير بالانتقال إلى وسائل أخرى قد يكون الصدام المسلح إحدى أدواتها الرئيسة عندما لن تعود تنفع وسائل التغيير السلمية المرجوة من المنظومة السياسية برمتها. كما ليس خافياً هو الآخر بلوغ الخيبة من الدور المثير للريبة الذي تطلع به المنظمة الدولية وممثلتها المثيرة للجدل جينين هينيس بلاسخارت. هناك من يستعجل حصول انتخابات مبكرة بحسابات سياسية ومجتمعية شبه ضامنة بإبقاء الحكم وما فيه من مكاسب ومنافع ومناصب بأيادي أحزاب السلطة سيئة الصيت التي أتت على الأخضر واليابس وحصدت ما دخل خزينة الدولة من ريع بيع نفطه ومشتقاته وإبقاء بنيته التحتية الزراعية والصناعية رهنا استيراد استهلاكي بنظام ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. عن انتخابات السلطة الفلسطينية وما بعدها كتب ياسر الزعاترة في موقع عربي 21، نستمع إلى جزء من رأيه. لقد كانت الانتخابات في المرة الماضية 2006 محطة باتجاه تكريس سلطة في خدمة الاحتلال، تجديدها بتعبير أدق، وهي سلطة تقدم للغزاة أفضل احتلال في التاريخ بينما هو يواصل الاستيطان والتهويد وحتى القتل والاعتقالات ما دام يلزمه ذلك. ولك أن تتذكر تلك المفارقة المحزنة، فقد ذهب القوم إلى أوسلو بدعوى إنقاذ ما تبقى من الأرض التي يلتهمها الاستيطان، فإذ بالاستيطان يتصاعد على نحو جنوني بعد ذلك. وحين لجمته انتفاضة الأقصى لبعض الوقت كان محمود عباس يراها عبثا ويتحدى الشعب برمته ويتآمر على عرفات وصولا إلى وراثته وإعادة أوسلو إلى مساره العبثي الذي يمضي حثيثا منذ عام 2004 ولغاية الآن، فيما تحول الذين كانوا يهجونه من فتح بوصفه كرزاي فلسطين إلى مطبلين له بعد ذلك. هل يتذكر البعض كيف رفض عباس وزمرته الاعتراف بنتائج انتخابات 2006 وكيف سلموا حماس حكومة بلا صلاحيات وقالوا إن أعضاء التشريع هم أعضاء في المجلس الوطني كي تبقى الغالبية لفتح؟ يقول الكاتب سواء أجريت الانتخابات أم تعطلت لسبب أو لآخر وهذه السطور تبدو عابرة للحدث، وتذكيرا بواقع الحال الفلسطيني في هذه المرحلة الخطيرة وتهرب عباس من استحقاق المقاومة لا سيما بعد موجة التطبيع الأخيرة والتي تهدد بحلول مؤقتة تتحول إلى دائمة بحكم الأمر الواقع، وهو المسار الذي يسانده نهج عباس على الأرض
وإن رفضه بالكلام. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن المؤرخ الرئاسي الأمريكي دوغلاس برينكلي قوله إن أعمال الشغب في مبنى الكونغرس ستؤثر على إرث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى سنوات بمجرد مغادرته منصبه، إذ سيرتبط اسمه بالكراهية. ذكرت الشبكة أن الرئيس فيما تبقى له من أيام بالمكتب البيضاوي اكتشف أن ملامح من الوظيفة التي أحبها قد تحولت إلى ممحكات قانونية، وأجبر على تصوير خطاب بالفيديو وسط تناقص في عدد المساعدين حوله الذين باتوا يتساءلون عن حياتهم بعد حفلة التنصيب للرئيس الجديد في مساء 20 من كانون 2 يناير. واختفى من حول الرئيس صوت فلاش الكاميرات وهي تلتقط الصور له، واختفى هدير الجماهير التي تهتف باسمه. وبدلاً من أن تكون لدى الرئيس في أسبوعه الأخير أجندة حافلة بالنشاطات، وجد نفسه يلعب دور الضحية بخروج غير مشرف من منصبه. ووفقاً لمن حوله، فقد استهلك ترامب أيامه الأخيرة وهو يراقب انهيار رئاسته، بما في ذلك مناقشات عابرة مع مساعديه حول إمكانية استقالته، إلا أنه طلب منهم الإغلاق على الموضوع ومنع ذكر نيكسون آخر رئيس أمريكي يجبر على الاستقالة من منصبه أمامه، وطلب من مستشار له في حوار جرى قبل فترة ألا يذكر اسم الرئيس السابق. وفي حوار عابر حول استقالته جرى الأسبوع الماضي قال لعدد من الأشخاص إنه لا يستطيع التعويل على نائبه مايك بينس للعفو عنه كما فعل جيرلاد فورد مع سلفه نيكسون. وأكد برينكلي صاحب المقال أن ترامب أعاد الشعبوية والحركات اليمينية التي كانت موجودة في الولايات المتحدة في التسعينات عندما وقع التفجير في مدينة أوكلاهوما في فترة رئاسة بيل كلينتون وتم إخمادها. الأكبر عالمياً، الهند تطلق حملة لتطعيم ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة ضد كورونا، حيث قال صحف عالمية إن الهند أطلقت ما يتوقع أن يكون أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، وتعتزم الحكومة الهندية تطعيم 300 مليون شخص، ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة بحلول تموز يوليو المقبل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.